في نساء في الأبراج كده إحنا كرجالة بنترعب منهم في البدايات، بنخاف قوي منهم ليه؟ وإيه هي النساء دي بالترتيب؟ ومين متصدرة الترتيب؟ هو ده اللي هنعرفه في الحلقة دي. يلا بينا. اهلا باجمل ناس في الدنيا، برحب بيكم الجدي، عرفنا بنفسه، رحب باللي ما اشتركش اشترك. وتوقعوا هم 5 نساء. النساء دي في البداية الرجل سبحان الله شيء إلهي كده بيتكهرب من جوه في البدايات، بعد كده ممكن الأمور تختلف. الشاطر الذكي اللي متابع يتوقع ويكتب في التعليقات وأنا بقرأ التعليقات. في المركز 5 قنبلة الذكاء العذراء. اوعوا تفكروا إن العذراء سهلة، دايما بقول يا مخدوعين خلي بالكم لا تتخدعوا أكتر وتبقى مصيبة. يعني العذراء المنظر الساكن الداكن اللاكن، اللي فاهم انا بقول ايه يترجم لي. منظر العذراء وصمت العذراء وهدوء وتأني العذراء، شوف، وتناكت العذراء. العذراء تنك يعني مغرورة قوي مع اللي ما تعرفوش، وممكن الغرور ده يكون مصحوب بخجل، وده بينيل الدنيا اكتر. اضافة ليه بقى؟ لان لو في البداية ادي غرور مصحوب بنكد، في دبش هيقابلك، دبش في البداية، فبتفزع. ممكن الرجل في البدايات تخوفه تقلقه. أعلى منها في الرابع مين توقع؟ أختها الثورية اللي احنا قلناه بالحرف عن العذراء بالكربون. بالكربون يا حبيبي بالكربون، نكرره مع الرزينة، ملكة الرزانة الثورية أنثى برج الثور شرحها. هما الاتنين قريبين قوي قوي فوق ما تتخيلوا من بعض في الصفات والطريقة والأسلوب والفلسفة والسيستم. أنا خايف بصراحة من المركز ده. المركز الثالث ده أنا مقلق منه من أول الحلقة. اللي عرفه يعني يتوقع على ما أقول الكلمتين المعتادين، يا ريت نشير وندوس لايك كالعادة، عشان أنا بقوله عشان تتوقعه، عشان الجديد مش الجديد، عشان اللي معانا مشترك يشوف الحلقة رجاء، عشان محدش يشتكي وانا بزعل يقول لي ما شفتش الحلقة. توقعته بقى صاحبة التالت، حد توقع؟ زعيمة العصابة معروفة، انا عارف ان كتير توقعها، يعني الاسد البرنسس. حواجب بقى والشعر الكثيف والقورة العريضة والكاريزما بنت اللذينة والشراسة اللي بتبخ من الوش والثقة الفتاكة اللي في النفس، كل هذا يجعل منها طبعا طبعا امرأة أو بنوتة أو سيدة أو ست مخيفة في البداية. يعني بيخاف الرجل منها، وبرضو الرجل مع كل النساء دي خلي بالكم لو عايز يروح يتعرف أو يستظرف أو يعمل نفسه دنجوان بيبقى مقلق، حتى لو عنده ثقة الدنيا كلها في نفسه وعارف ان البنات بتموت فيه، قال يعني اللي خلقه وما خلقش غيره. هو عنده ثقة في نفسه ان اي بنت ما تقدرش تقاوم سحر عينيه، هو شايف نفسه كده والله اعلم يعني، بس هو شايف نفسه كده. يجي مع النساء دي تلاقيه يجيب ورا، المنظر يخض، يقلق يا عم الحاج خلي بالكم. وانثى الاسد في المركز الثالث، انتوا عارفين يعني ايه انثى تحتل المركز الثالث في التصنيف؟ مخيفة جدا. طيب مين اللي أقوى؟ مين اللي أشد بقى وأفظع منها وفي المركز التاني وتخوف الرجالة في البدايات والله وبعد البدايات كمان ولحد ما يموت، لحد ما يتأهل يعني، اللي في المركز التاني؟ المرأة الحديدية أنثى برج الجدي التراب. يا ويلك يا ويلك بالفم المليان في البدايات وفي النهايات، بس في البدايات اكتر عشان ده موضوع الحلقة. انثى الجدي دي حاجة فظيعة فظيعة ومريبة. ويقول قول مهما تقول، قول براحتك، اكتب اللي انت عايز تقوله. في البدايات في البدايات بتبقى حاجة قوية جدا وصعبة جدا وحديد، مرأة حديدية وحديدية جدا. لذلك نفس الكلام برضو تبقى انت الشقي بقى والشقاوة في دمك وبتستظرف، والبنات بتضحك على خفة دمك ودمك اللي يلطش، وانت حاسس ان انت مفيش منك، تيجي مع دي تتسمر، تقف مكانك
وتقول يا ده يا دقي اعمل ايه مع دي، لان انثى الجدي عايزه لها حلقه لوحدها علشان نقول الاسباب اللي ممكن تخليها كده، حاجات كتير قوي قوي في انثى برج الجدي تجعلها في البدايات مخيفه جدا لكتير من الرجال والشباب الخ يعني. مين بقى الاولى؟ مين زعيمه الليله؟ مين متصدره الحلقه؟ وبأمانة مين توقع وكتب يلحق نفسه؟ أنا بحب المشاركة ويكتب لي دلوقتي، توقعتم مين بتتصدر التصنيف والترتيب في حلقة النهاردة؟ الفارسة العنيدة دي نمبر ون. أي نعم أنثى الجدي والأسد قريبين منها قوي، إنما برضو يعني هتستحق المركز الأول. أنثى الحمل الفارسة العنيدة نمبر ون يا حبيبي، ده انا قلت، ما انتوا اللي متابعني من زمان بقى اسمعني وانا بتكلم في النقطه دي كتير عن انثى برج الحمل، قلت ايه نفس الكلام. يبقى انت شاب طول بعرض كده يعني ما شاء الله، طرزان طرزان واقف، وتيجي عند انثى برج الحمل تجيب جاز، تجيب لورا، ترجع لورا كده. الملامح زيها زي الاسد كده والجدي، الملامح بتاعتها فيها هيبه، ملامح النساء دي فيها هيبة، فيها نوع من أنواع الرهبة، يبعث الخيفة، رغم إن الحمل فيها لمسة براءة، وهو ده الميكس الجميل في حلقة أغرب صفات النساء اللي سمعها، يجعلها تجلس على عرش النساء كلها منفردة في حلقة النهاردة. وانسى الحمل بعد كده تتبدل الشخصية تماما لما تحبك، زي الجد، زي الأسد، زي العذراء، زي الطور، كلهم كده في البدايات ما يعرفكش، مش واخدين عليك، مش متعودين على خلقتك السمحة، تلاقي فيه خوف. سبحان الله، الملامح، الوش، النظرة، الرياكشن، طريقة التعبير، طريقة البصة، البصة دي سواد منيل لوحده، خلي بالكم. على حد شاف بصة أنثى الأسد، وبالذات لما تبقى متضايقة منك أو الجد أو الحمل، وعلى فكرة النساء دي مغرورة يعني، إن كان أكتر 3 نساء مغرورين، الثلاثة الأوائل دول مغرورين أوي وتنكين أوي وحاسين بنفسهم أوي 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 يعني فوق ما تتخيل. في البداية تخيف الرجال، وبعد كده بقى في دلع وأشياء تانية مفيش مجال إن إحنا نتطرق ليها. لايك وشير رجاءً، شيروا، اكتبوا لي آراءكم، انا بقرا تقريبا كل التعليقات، روابطنا مواقعنا، اللي عايز يتواصل يتابعنا في بقية المواقع كل ده في التعليقات او وصف الفيديو. موعدنا كل ليلة على اليوتيوب الساعة 8 بتوقيت القاهرة، من 7 ل 8 على الفيسبوك بقى بدري، ساعة متأخر ساعة، انما بننزل في نفس اليوم. والى اللقاء.